الكاس بالبطوله النرويجيه. ضربه جزاء حمد الله يلا سجلها، والهدف في الزاويه البعيده، في الزاويه البعيده يسجل الهدف الاول للمنتخب الوطني المتقدم في النتيجه بهدف 0. عبد الرزاق حمد الله المتالق بالدوري النرويجي يسجل الهدف الاول، هدف مستحق للعناصر الوطنيه في الجوله الاولى. على الاقل ما نخليوش المنتخبات الصغيره على المستوى الافريقي، مع احتراماتنا لبلد كتنزانيا، لبلد غني بمواهب وبقدراته، غني بعدد كبير من الموارد الطبيعيه والموارد الاقتصاديه المهمه، لكن اليوم في كره القدم الكبير لازم ان نحافظ على قيمته. الجيش الملكي، الجيش الملكي الذي قدم موسم مميز جدا. يوسف العربي، يوسف 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 يوسف، الثاني هو الثاني هو الثاني هو الثاني. تنزانيا، تنزانيا متاخره بهدفين لصفر، ويوسف العربي يلقن درسا للحارس جوما كاسيتجا في استثمار الفرص. المنتخب متفوق بهدفين لصفر، هدفين لصفر للعناصر الوطنيه امام منتخب تنزانيا، هدفين لصفر. نتيجه موفقه لحدود الساعه في انتظار المزيد المزيد من الاهداف، لانه التاريخ لن يحفظ الا الارقام. منتخب تنزانيا هزمنا بثلاث اهداف بدار السلام، لازم ان نلقنوه اليوم دروس كثيره في كره القدم، ولما لا نسجلوا عليه اهداف كثيره. لما تدخل محركات البحث في الشبكه العنكبوتيه، مجموعه من محركات البحث، لما تدخل اسم تنزانيا والمغرب توجد ان تنزانيا هزمت المغرب بدار السلام بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. ممكن تغير الموازين لما نشوفوا المنتخب الوطني يتفوق اليوم اربعه اهداف. يضيف مهاجم اخر ويوسف القديوي، كره تسدد والهدف، هدف اول لمنتخب تنزانيا. كما قلت منتخب تنزانيا منتخب طيف ستارز، يحتكر الكره يسددها مباشره في مرمى الحارس نادي المغرب في عيابر الرقابه. طبيعه اللعب الانجلو ساكسوني، قوه التسديد، وهو ما حصل من خلال الكره الاخيره للمنتخب التنزاني عبر رمضان يامري. رمضان يامري يسجل الهدف الاول في مرمى المنتخب الوطني المغربي 61 دقيقه. هنا الاعاده من رمضان يامري، خلوه يسدد على راحته، خلوه يسدد على راحته من دون رقابه، وسدد بطريقه مميزه جدا.